بس دكتور ابو العطيل سبعة عدوا يعني كانوا 17. يلا يا عمها ايه يا علي يلا نجم يا رايح المدرسة ولا ايه؟ هلا ما شاء الله دقيقتين عنده كمان صلاة على النبي. اه جدع بلا جاه مرسى الهموم قلبه شوية دول ليه كنتوا شطة حظه جدع بلا جاه مرسى الهموم قلبه على راسه والله حبايب قلبي اللي انت عاوزه دايما يقول الله والذنب مش ذنبه ده انا لو شكيت وبكيت جبل الحديد هيدوم الأولى غربتي والتانية المكتوب نازل وأنا ماشي عشو برجلي وانت السبب يابا ياللي خليت بيه نازل وانا ماشي ماشي عالشوق برجلي وانت السبب يابا ياللي خليت بيه لف انا اشتري بستان ولا حتى بر امان لا فنشتي لي بستان ولا حتى بر امان يعيش علي الانسان والدنيا في ايديا اعذرني جاهزين ولا ايه مع الاسف يا با الدنيا دي غابة مع الأسف يابا الدنيا دي غابة ملناش 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 ما كان فيه ملناش 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 ما كان فيه مع الأسف يابا الدنيا دي غابة خصيم والنبي اللي مش هيرفع ايده للتليف مع الأسف يابا الدنيا دي غابة مع الأسف يا با الدنيا دي غابة مع الأسف يا با الدنيا دي غابة مع الأسف يا با ارفع ايدك ملناش 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 ماجد فيه ملناش 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 ماجد فيه طب ملناش 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 ارفع ايدك مع الأسف يا با الدنيا دي الدنيا دي غابة ملناش مكان فيها يا عيني يا وعدي عالمغرمين بعدي والطيبين فيها يا عيني يا وعدي عالمحظوظين خصيم والنبي اللي مش هيرفع ايده فوق مع الأسف يابا الدنيا دي غابة مع الأسف يابا الدنيا دي غابة ملناش 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 ما كان فيه ملناش 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 ما كان فيه طب ملناش 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 مع الأسف يا بطل الدنيا دي غابة
مالناش مكان فيها يا عيني يا وادي عالمغرمين بعدي والطيبين فيها يا عيني يا وادي عالمغرمين ارفع ايدك لفوق فوق 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 مع الاسف يابا الدنيا دي غابة مع الاسف يابا الدنيا دي غابة طب ملناش ملناش ما جت فيه ملناش ما جت فيه مع الأسف يابا الدنيا دي غابة مع الأسف يابا الدنيا دي غابة بس الأيام مش سايبانا في حالنا بتاخدنا غدر على خيانة ويانا من اللي جرالنا بس الايام مش سايبانا في حالنا بتاخدنا بس الايام مش سايبانا عنا بس الايام مش سايبانا في حالي بتاخدنا غدر على خيال ويانا من اللي جرى لنا اسوا وظلم وذل وبتضرب في الكل واللي خاف ينداس واحد من الناس زي كل الناس ناس عايشه بتمشي وشقيانه وعايشه وخلاص واحد من الناس زي كل الناس مستوره مدام بابها ارفع ايدك فوق 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 بس الايام مش سايبانا بس الايام مش سايبانا بس الايام مش سايبانا مش سايبانا ودينا دوامة الدوامة البيت علامة ورشا دوامة البيت علامة وبنشكر بيت مصر والهرم الرابع وبيت رمضان البرنس اضرب يلا العريس يا دمي يا يالا صاحب ولا صاحب بيت صاحب يا دمي يا يالا شلنا دمي تتحملنا للكل يا مدانا ومحدش يدلنا دي هو عريسنا ده كلامه شغال البابا ده كلامه شغال السعد التمام كده البلد ده اتعلم الرجالة بلاش تبيع بسهولة اتعلم الرجالة بلاش تبيع بسهولة شوف العريس وده ماله كل الناس جاياله يا باب مصر الرجالة مزاجها حلو
والعريس مزاجه حلو بالعند فيكي فيكي انا جبت مجلد بيكي بالعند فيكي فيكي انا جبت مجلد بيكي وشفت سامع المصري جبت راس عكيدي ارشع ارشع روح اه لا اديني الحظ ارقص انا كيكي يا كيكي يا كيكي كيكي يا كيكي يا كيكي احسن اللي ملا الفيسبوك وكل الناس عمالة تقولك عليه ده هون اتاريه يا اخويا طلع رقصة اقسم بالله رقصة اسمها كيكي يا رب اللي ارفع ايدي فوق ما سيبلكش بالدين على الصف اضرب يا بطل قسما بالله لا اضرب هي دي ولا يا ولا البب يلا حارسنا يلا ابو فرح يلا في نهاري بيجي ده كلام شغال في نهاري بطل كلامي شغال انا لقيتي امبارح شغال الولا العريس شغال بنقولي البطة انا حزين عليك باللي عملته فيك انا حزين عليك باللي عملته فيك يا بطة مصر تسلمي بيت تسلمي بيت دي رامسة دراما يا بنت مصر يا عم ايهاب كل الناس بتقولك كل الناس بتقولك راح نرفع ايدنا لفوق ارفع ايدك كده اهو واديله دوامه ارشا يا عسل الدوامه البب علينا اديله دوامه البب علينا الثورة البب علينا طب وارجع تاني وقولك الرقم الذي تحول الاتصال به ربما يكون منحلا او منحرفا من فضلك اعد الاتصال في وقت فاجر روح 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 يا ولاد اليمنيين هي دي الفرحة يا باب اضرب اضرب بص يا بابا مصر هوبا ابو همس ابو همس طبعا احنا كنا جنب الحب صح كله بحب الناس عشان كلمة السر اذبح عشان احنا مملكة الحظ يا رجالة يا رجالة يا رجالة اللي يحب النبي يقول ايه طب منك ازاي يا المسطر ارفع 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 روح روح اضرب اضرب
أي حلقت القصة لما تكون على أرى أي حلقت القصة لما تكون على أرى أنا العب انترها أنا هنطيرها زي بكوع الكارة عشوية دالة قلنا الحبة دالة عشوية دالة قلنا الحبة دالة ما تلعبي العبي يا مرسى ما تلعبي ما تراسي يا راسي انت الاسري يا بنت انت مراتي يا بنت انت حلالي يا بنت انت مراتي يا بنت مصر لما نحب نقولهم انا عايز اشوف رد الفعل من الاخر انا عايز اشوف رد الفعل اهو لما نحب نقولهم مثال لما نحب الرب ربا ولما نحب نكسر طب اتفضل شوف شغلك اتفضل شوف شغلك اتفضل كسرها اتفضل ولعها عشوية دولة قلنا الحبة دولة عشوية دولة قلنا الحبة دولة بتنعد كده اهو الرئيس كده اهو الحب كده اهو وارجع تاني واقولك امك وابوك في الجنة اللي ترفع ايدك لفوق ارجع قلنا عشان الليلة قلنا عريس الليلة قلنا الباب يا باشا قلنا الباب يا بيه قلنا عريسنا يا باشا قلنا عريسنا يا بيه ما تكسر يلا يا تلعب يلا ما تكسر يلا يا تلعب يلا أولاد المغاليين خليكم عاليين يا أولاد المغاليين خليكم عاليين رو يا بوب دي فرحة الثورة عري يا بوب يا هندي من اول الدرمز وعايزك تروق دي فرحة عمرو ابو ابراهيم عندنا ثورة خربانة والعنا بالصحاب باسم الباشا عبودة هيكل عبودة ابو شعير يا عبودة خربانة كلمة السر اذبح اذبح يا بوب وما تسميش عشان دي فرحة الولا عمرو ابو ابراهيم خربانة قسم على الرايق الدنيا حالها مال يمينها بقى شمال وشمالها بقى يمين الدنيا حالها مال يمينها بقى شمال وشمالها بقى يمين حبت عيال يا بابا بيقولوا معلمين بيقولوا معلمين ايه ده عالراي رو 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 عالراي انا بقول اللي بيقول لا اله الا الله يرفع ايده الاتنين لفوق ويسمعني السافة يا مسلمين يا موحدين بالله اللي بيقول لا اله الا الله يرفع ايده الاتنين لفوق اخرب يا بابا على الطلاق بابا والعانة يا بوب مصر الدنيا حلوة تفرك لها بيه تفرك لها باشا مملكة الحظ حظ يا حظ تفرك لحظ حظ يا حظ خمس رجالة والله العظيم الدنيا كلها للمية بلدنا بتفرحنا مملكة الحظ سمع عليكم سمع عليكم طب انا رد السلام يرفع ايده لفوق طب منك لله انا مش هتقوم تقف اللي كبروا ربنا يقوم يقف اللي كبروا ربنا ايه يا مسلمين طب منك لله انا مش هترفع ايدك لفوق اصل وجعان اصل تعبان اصل وجعان
الله عليك يا بوب مصر علني. روح روح يا بوب كفاية. إيه اللهم صل على النبي الروق. بنشكر اول وكالتنا الفنيه نجم العالم العربي نجم مصر الهرم الرابع النجم رمضان البرنس.